مساك الله بالخير ابو زهره. صباح النور والسرور. وهذا رجعنا الى البحر بعد انقطاع كم دام ابو زهره؟ والله تقريبا حدود شهر. شهر صح؟ وهذا رجعنا الى شاطئ، وش اسمه الشاطئ ابو زهره ده؟ هاي يسمونها منطقه القصر ذي، بس المنطقه ذي شاطئ تالي تبع شاطئ تالي. ها هذه من هذه الجهه، هذا هو. توقعاتك ابو زهره الى الصيد اليوم؟ والله اليوم الجو ممتاز، فان شاء الله جميل بصراحه. احنا رمينا الصنارات موجوده ومن الفح بعد. اي المنابت تشتغل حار وبارد. حار وحين، بس خلي ابو زهره يفطر وشوف الصيد كيف. وسلام خاص الى ابو علي الزاهر، تمنيناك ويانا. بس بعد شغلك ابو علي؟ الجايات ان شاء الله. ان شاء الله يوم الجمعه ان شاء الله ابو علي خليك جاهز. الحين ان شاء الله كل اللي جاي كله صيد. توقعاتك حسن؟ صبيطي على طول. ما في صافي؟ خلي ولي صافي لذيذ ترى. ما عليه، انا احب الصبيطي. تحب الصبيطي؟ خلاص يلا افطر ابو زهره وتوجه للبحر. يلا. هذا الطعم اليوم عند ابو زهره ربيان. ربيان مملح. ملح. ثلاثة مجادير. وهذه الرمية يا ابو زهرة اهداء الى بن جمعة. الى بن جمعة؟ اي ليه ابو عبد الله. زين، واذا ما طلعنا الا زمرور شلون؟ ولا بعد وش حيله بعد رزقه بعد. اي هو حظه. هذه رمية ابو زهرة الساحقة. الله يا ابو علي الزاهر. ابو علي حماد لما قعد كله نوم. والله في راضي ما يحتاج. صغر ميدال هم شمشه. شوف بصراحه، شوف قوي بعد. ما شاء الله، ان شاء الله تصيد على طول ابو زهره. ان شاء الله لا يمكن زمرور بعد، هو حظ الرجال بعد. خلاص الحين حظ الرجال تعرفه يعني. ابو زهره قوم لها بس النقد قوي. خلى عنك شايل الكرك هذا. الله يلا نبغاها شكلها تنشفس. همش والله قويه ابو زهره، بس يعني يبغى لك تتحسسها شوي ما تحس. خليها وقفها شوي لان الظاهر صغار. اي هذا حق الصافي حبيبي. المهم الحين ارمي قريب. خافت البطه. يلا بس خلاص لو بتسحب مو لفاح حسن. يلا ان شاء الله تصيد اللي تبغاه لصبيطي. ايش هالصيد هذا يا ابو زهره؟ هذه اذا ما خاب ظني محمره يمكن اللي يسموها ابو زهره صح؟ مشكل ميلاد كبير. هذه حلوه. هذه لا هي شعريه بنشوفها؟ لا مو شعريه. يلا يبغى لها الخبير ابو علي الزاهر. بدايه الصيد عند ابو زهره. هذا حمام مو صافي ابو زهره. شوف عيونها ابو زهره. وش فيها عيونها؟ من عيونها صايدة؟ والله شكلها انتلت من عيونها. ما شاء الله تليتها من العيون. شوف العين بالميداوة. شوف شوف العيون عند ابو زهرة. شوف ما شاء الله السمك يعني بصراحة. شوف يا ابو علي حماد. شوف سمك ما شاء الله. من كثرة نايم على الرمل. ما شاء الله. الله. وش ثقيلة. حسن قصر على الدراج. ايه سكر عليه.
مشيرة؟ ويش ابو زهرة حماس وحماس، يلا مو مشكلة. يلا اسحب، الله قرب هنا بدا الصيد يا ابو علي، نزلها شوي حسن تقرب باشوف. ما شاء الله، هذه وش دي؟ هذه حمام، دي حمام عرضها عرضية، هذا طبعا كل حمام اليوم في العزيزية. نزل شوي، هد عليها. يلا حسن هذه قربها قربها. يلا قربها. هذه نسوي لها. دقيقة هدها هدها. هذه هدايا لمين؟ طبعا لأبو علي حمال. ونهدي لأبو زهرة وهداي لأبو قاسم محفوظ مصطفى الحبيب الغالي، وهداي لأهل سيهات بشكل خاص. ونقص. الله ارفع ارفع حسن. وهذه هداي لك يا أبو علي الزهر حبيبي، جميلة جدا طيبة. ونقص ونقطع ونواصل الصيد. وصل الصافي الحبة الأولى، عدلها عدلها حسن زي منه. الله والله، وهذه الصافية الأولى يا أبو علي، وهذه البداية الطيبة. هذا صويفي، صويفي هذه، وش رأيك فيها أبو زهرة؟ والله من لونها هذا الخيط يا أبو علي 20 والمجادير 18، حصلنا عليهم من هالمكان الطيب هذا. وهذه أول صافية، انتبه لها، انتبه انتبه، كلها شوكة شوكة قوية. ها نهديها إلى من أبو زهرة هذه؟ نهديها والله هذه أقولها كذا، نهديها حق السيد. السيد أي سيد؟ أبو علوي؟ أبو علوي. نعم. أبو علوي في ألبانيا وفي كسوفو. نتمنى لك التوفيق في رحلتك أبو علوي، ولا تنسانا من التغطيات حبيبي أبو علوي. والله شو قولك؟ والله نبغى نشوف المناظر الجميلة أبو زهرة. لابد لابد. احنا راوينا الحين وشو؟ صافي. راوينا اجمل ما عندنا. اجمل ما عندنا، فانت يا ابو علوي راوينا اجمل ما عندك. هذا حق عليك. طبعا. ونكمل الصيد. صيد ابو زهرة الصافي. اول مرة تصيد صافي يا ابو زهرة؟ ايوه. آه شفت يا ابو علي، شوف. النخيل اللي ورا ابو زهرة. ما شاء الله. صافي على طول بالعجين. بالعجين صح؟ بالعجين. جيب الشيس هذيك عشان مي بس الفلوزين. هذه هدايا لمن ابو زهرة؟ هذه نهديها حق من؟ نهديها حق من؟ شوف لك واحد الى ابو مهدي. ابو مهدي نعم. الله ارفعها بس ابو زهرة عرضية. بس والله فعلا الله صحيح. جدا جميلة بصراحة. الله يا ابو علي هذا رقم كم؟ ثلاثة. وهذا صيد حسون، ارفعه بعد شوي. شوف يا ابو علي الصافي كيف يلعب، شوف كيف. ايوه مسكه. هدايا لمن هذا حسن؟ لا ابو علي حمام. اليوم شغلنا ارمي 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 على الارض. ها شوف يا ابو علي، هذا هو الصافي على ربيان ابو زهره. ها يا ابو علي الزاهر اذا جيت على ربيان هالبطل هذا، شوف المنظر الجميل يا ابو زهره. ابو زهرة ما نمنا صح؟ بس ان شاء الله جالسين وصايدين اليوم كله صافي. ناويها ابو زهرة؟ ناويها. صيد الجديد يا ابو علوي، هذه رقم كم حسن؟ خمسة. خمسة ونواصل الصيد، ارفعها تعال تقرب. والله العظيم شوف يا ابو علوي، شوف هالصافية، الشباب مبدعين وحسن مبدع. كيف سحبتها حسن؟ قوية صح؟ ها وانت ابو علوي قاعد لي في المناظر الجميلة.
وتارك هالصافي هالطيب. شوف ابو زهره كل ما يعد له خيط انقطع. وايش نقول حسن؟ قص واقطع. وهدايا لمن هذه؟ كير بحنا. الى من؟ ابو علوي. لا 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 الى من؟ اي ابو علي الزاهر. يستاهل يستاهل. شوفهم. شوف يا ابو علي، شوف الجمال، شوف الطول يا ابو علي، ها طويله. يلا نقص ونقطع. ايوه ايوه يا حسن. هذا رقم كم حبيبي؟ سته. هذا رقم سته. هدايا لمين؟ البحر. وبالخصوص ابو بنين. شوفها ارفع. شوفها وشو حي. لا تقول ميت. هذا هدايا لك ابو بنين حبيبي، وهدايا لابو علي حماد ولجميع النواخذ الصيادين في الملتقى البحري. حطها خلنا نشوف. شوف الطول. ها شفت الطول يا ابو علي؟ ويستمر الابداع عد حسن. طبعا كله سمار الصيد. ها هذا عد. وين ابو زهره هذا المكان؟ وش يسموه؟ عند القصور. وكله طبعا بدون ثقل سماري. وهذه وش ودي اسمها حسن؟ مشوي. هذه مشويه. زين اهداء الى علي صادق الغاوي. بار ابو زهره. ها ابو زهره وش نقول؟ والله خوش. والله بصراحه والله جميله. وش هالجمال ده ابو زهره؟ أيوة والله. وش هالجمال؟ الله. اليوم ابو زهره يوم الصافي حبيبي. اي أيوة والله. يعني اليوم بتاكل الصافي لو في تاجيل؟ لا ما في تاجيل ابو زهره. حار بحار. اليوم انا وياك بناكل الصافي حبيبي. حار بحار. ما شاء الله. شوف الاحجام. احجام جدا طيبه. طيبه طيبه يا ابو زهره. وايش رايك يعني في المحل ابو زهره بصراحه؟ ممتاز جدا. والشمس قويه ولكن نواصل. في اكشن. في اكشن. زهره حبيبي ما شاء الله الصيد مستمر عندك حبيبي. هذا رقم 8 الظاهر. والله ما صرنا نغلط ابو زهره. صرنا نغلط يا ابو زهره. ما شاء الله تبارك الله. الله. وهذه هدايا لابو علي الزاهر حبيبنا. يستاهل 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 ابو علي. وان شاء الله المره الجايه فينا نشوف الصافي ان شاء الله. هذه طلعت الصافي حبيبي ابو علي. والله العظيم الطلعه بدونك يا ابو علي ناقصه. ان شاء الله كل الحبايب. كل الحبايب ان شاء الله. ان شاء الله تبارك الله. زادت زادت الغله يا ابو زهره. يعني شكلها ابو زهراء ما ننزل السوق احنا. ما في طلعه. ما في طلعه يعني اليوم ما نوقف الا في سوق السمك. أيوة. الله يا ابو زهراء. هدايا لمن حبيبي يا ابو زهراء؟ حق بن جمعه. والله يستاهل. ها ها ترى ترى هذا ذهب ذا. عسل. يوم حطهم في الثلاجه. يلا ودي ارسل. اي ترى قويه يا ابو زهراء. انتبه. واصل حبيبي الصيد. الابداع. ارفع ارفع حسن. قرب هاي لوك. هذه بالسناره بعد. كل شيء الصيد مستمر بالسناره. اهداء الى من هذه حسن؟ اهداء الى من؟ هذه الى ناجي الضامن. ارفعها ارفعها تعال باشوف. الله. شوف الشمس حاره. وهذا طبعا ينتظر. ما بنعطيك شيء ولا حاجه ترى. هذه ما تتوزع حبيبي. ها وش نقول حسن؟ قص واقطع. نواصل يعني الصيد؟ واصل الصيد. ارفع ارفعها حسن. الله. والله ما احنا عارفين يا ابو زهره هذه كم رقمها حبيبي. وصلنا 15. اهداء الى من حسن؟ لا تخاف مك الحايك طبعا. مك الحايك يا ابو علي ما نسيوك حبيبي. اليوم اليوم يوم الصافي. الصافي. هذا قبل العيد بعد. يوم القلعه. هذا قبل العيد بعد. ونقص ونقطع. ابو زهره والله العظيم تعبتنا يا ابو زهره. يوم توفيق ما شاء الله. ارفع ارفع يا ابو زهره. ما شاء الله والله جميله. ما شاء الله جمال جمال طبيعي يا ابو زهره. اي والله شوفها. طبعا لون الصافي. وش في يا ابو زهره لون الصافي حبيبي؟ اول ما يطلع من البحر غامق. شوفوا لونه. طبعا هذا يقولوا يرمي الصفط حقه صح؟ هذه معلومه مهمه. والله
للمتابعين. طبعا هو في صفط الان يرميه طبعا ويتغير لونه مثل ما تشوفوا في البيت. هذا اول ما يطلع من البحر ما شاء الله تبارك. ها هذا الصنيفي؟ لا هذا صافي وصويف. الصافي انواع، ترى الى ثلاثة انواع. تستاهل يا ابو زهراء هدايا من هذا حبيبي. هذا لك يا ابو حسن. والله اول مره واحد يهدي لي شيء. تستاهل يعني بصراحه، يعني اللي يهدي لي احيانا ابو علي الزاهر. ابو علي خلاص الحين خلاص، ابو علي صار تغير بس لفاح ما يبغى حداق. والمشكله ابو علي قالوا ما يتسع حق اكثر من حبيب، بس واحد، بس واحد الظاهر قلب الرجال مثل رمانه. اوه يعني ابو علي غير. ابو علي غير تفاحه. يستاهل ابو علي، وهذه العيون ابو علي الزاهر حبيبنا. بسنا يا حسين. بس يا حسين الى متى انت؟ الى متى ابو زهره وانت تصيح؟ ترى من هديله، من هديله ابو حسين. يعني وصلت الساعه 11 واحنا اهدي بعد لمن بعد؟ لمن؟ الى واحد اكيد ما اهدينا له. بنجمع اهلنا كلهم حبيبي. ابو علي الزاهر. الى جميع اللي في الملتقى البحري. ابو مهدي اهلنا. ابو مهدي يستاهل بصراحه ثنتين. ارفعها اليه بس ابو زهره. هذه يستاهل. قام ابو زهره اذا صاد مشوي يرميه ابو علي، وش الحل يا؟ لا عشان يكبر يعني. بسنا خلاص؟ بسنا بس. يلا نقص ونقطع ونقوم. يلا. زين. وش صويتي؟ يعني ما في مجال. الله. هذا اللي من عينك. هذه الحمامه، هذه الحمامه. هذه اللي كسرت خاطري. شوف شوف الاحجام يا ابو علي. تقول لي بعد شوف حسن الاحجام طيبه. كفو 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 عليك يا ابو زهره. والله والله طلعهم. بس هذه كلها؟ هذا الحمد لله رب العالمين، نعمه الله، نعمه الله. يا ابو زهره هذا اهداء الى من الصيد حبيبي. والله اهداء لك يا ابو حسن. كله لي. كله لك. وانا بهديك نص هذا الاهداء حبيبي، والنص الثاني لحسن. انتون اللي صدتوه حبيبي. موفقين ان شاء الله ابو زهره الى الملتقى ان شاء الله بعد كم يوم ابو زهره؟ قبل العيد تقريبا ان شاء الله. قبل العيد ابو زهره. تشرفنا بشوفتك حبيبي.